عرب ولا أمازيغ؟ أما هيك اليوم نحكيه على الأمازيغ. زعما شكونهم هما الأمازيغ؟ الأمازيغ هما السكان الأصليين لشمال إفريقيا، وكانوا يعيشوا في المغرب، ليبيا، الجزائر وتونس، ولليوم مازالوا موجودين الأمازيغ في تونس في عديد المناطق في الجنوب التونسي كيف مطماطة وجربة وغيرهم من البلايز. أما زعما شنية يميز الأمازيغ؟ أولا اللغة الأمازيغية اللي هي لغة عريقة وغنية برشا. ثانيا حب الأمازيغ للفنون كيف صناعة الزربية والفخار والنحت على الخشب وغيرها من الفنون اللي تورثتها أجيال. لكن الأمازيغ يعتبروا أنه الفنون هذه وسيلة للتعبير على هويتهم الأمازيغية. ما نجمش نحكي على الأمازيغ من غير ما نحكي على حبهم الكبير للطبيعة والبيئة وارتباطهم بها، من زراعة لتربية الحيوانات، وحتى ديارهم والقرى متاعهم كانت مبنية بطريقة تحترم فيها البيئة. في الأخر نتصور يلزمنا نكونوا فخورين إن في شمال إفريقيا كنا حاملين للثقافة الأمازيغية بقيادة امرأة عظيمة اسمها الكاهنة البربرية.